صباح الخير او مساء الخير يا برج القوس في القراءة العاطفية. طب نبدأ ده انت طقطق. اول حاجة ممكن تكون انت بتراقب حد او حد بيراقبك، يعني بس دي طاقتك عموما. ممكن تكون كمان عندك طاقتك العاطفية، بس انت بتراقب حد برج القوس وعمال تراقبه على السوشيال ميديا، او زي ما تكون عايز تعرف عنه اخبار او تعرف عنه حاجات. ممكن يكون في حد بيراقبك، ممكن تكون كمان كنت مش عارف تتخذ قرار، في يعني عدة قرارات وانت مش عارف تتخذ انهي قرار سليم تجاه مثلا شخص معين او حاجة من هذا القبيل، يعني لان بعديها the chariot ودي العجلة، التحرك الى الامام. فانت تقريبا كنت محتار في قرار، وزي ما كنت اتخذت قرار بقى وانت متجه نحو هذا القرار، يعني لان كمان عندك هنا البيج اوف وند. ولكن البيج اوف وند مع انه شخص يعني بصص لقدام كده ومسك عصايه ومتباهي ولابس كوفيه كده حلوه وبتاع، ولكنه طفولي بعض الشيء، او احيانا كتير بيبقى مش عارف هو بيعمل ايه، يعني هو واقف كده مش عارف، هو مش عارف يمشي قدام يروح ورا. يعني انت زي شوت لشخص ماشي خلاص هيمشي لقدام، اوكي، او كنت محتار برضو من قرارين حاجه زي كده، ولكن انت الان متخذ قرار في انك تمشي لقدام او تروح حاجه تانية او تعمل حاجه تانية، ولكن واقف كده ما بتعملش حاجه، زي ما تكون بتراقب الطرف اللي معاك ده هيعمل ايه. مثلا ممكن تكون هددته مثلا بان انت هتسيب العلاقه وتمشي، فانت لسه منتظر بقى تشوفه هيعمل ايه، ايه القرار او ايه الشيء اللي هيتخذه. انا حاسه ان انتوا بتعاندوا بعض في مسرحيه بتحصل هنا بنتفرج عليها كلنا دلوقتي. طيب مشاعر ايه؟ مشاعره جميله جدا، يعني ده نايت اوف كابس، ده مقدم لك كاس حب وعلى الفارس، يعني هو جاي لك ببطء شويه، او هو عنده بطء في التعبير بالمشاعر شويه، او انه جاي بس بيتمخطر كده، ولكن هو بيحبك، يعني مشاعره حلوه، هو بيحبك بصراحه في الاصل، هو بيحبك وحب صادق مش كاذب او حاجه. ممكن كمان يكون عايز يخطبك كمان او عايز يتجوزك، بس هو تقريبا والله اعلم مخبي مشاعره دي. هقول لك ليه بقى دلوقتي مخبيها. بص هو انزل لنا دول وهذا الشخص بيراقبك، اوكي، الورقتين دول ليك، فخلي بالك بقى، بيراقبك بيتجسس عليك على وسائل السوشيال ميديا، هو شاكك. انا مش عارفه ليه حاسه انه شاكك ان انت بتعرف حد عليه بالظبط، الشخص ده شاكك فيك، اوكي، شاكك فيك. لو انت بنت فهو شاكك ان انت بتتواصلي مع حد غيره. ليه بقى؟ الوردين دول ما نزلوش صدفه، هقول لك ليه دلوقتي. هو بيحبك بس عشان هو شايفك ان انت شخص بتخدع او بتضرب في الظهر، هو شايفك كده، شايفك ان انت بتحب دايما تنتصر لذاتك، كمان شخص مغرور، وشايفك مغرور وشايفك امور برضه، دي حاجه غريبه جدا. خلينا نشوف الكارت ده تاني. انا حاسه ان هو شخص شكاك، يعني ممكن يكون هو بيحبك وكل حاجه، ولكن هو شايفك ان انت شخص شايف نفسك شويه، او ممكن تروح، شايفك ان انت ممكن تروح لحد غيره عادي جدا، عادي تمشي. انت الظاهر ان انت قطعت معاه او منفض له، ومهتم بنفسك قوي اليومين دول على فكره، مهتم بنفسك، وممكن تكون كمان بتنزل صور وحاجات بقى، فهو حاسس بان انت بص هتعمل في حركه، هو حاسس بان انت هتعمل في حركه كده، مش عارفه ليه. ايه اللي ترتو؟ لا ده مش تبعنا خالص، ده مش هيبقى، ده لا يوضح المعنى ولا اي شيء. خلينا نسحب الورق احنا بنفسنا عشان ايه؟ عيب، عيب. انا مش قليله. انا مش قليله في البلد دي، عيب. مش بقول لك خايف منك، خايف منك، شاكك فيك، خلاص بنسبه 100% قطعيا شاكك فيك، شاكك فيك قوي، يعني ده ورقتين
يوضحان المعنى ويؤكدهم، شاكك فيك جدا وخايفة، شايفك، هو مش شايفك ان انت بتخدع، بس انت عملت معاه حركة. انت ممكن تكون بالظبط عملت كده، انت طنشته وعمال بقى تنزل في صور ومهتم بحالك، لو انت ولد عمال بقى تغير في شكلك وبتلبس وبتتزوق، اهو حاطط لك كوفيه بقى، وانت بنت عماله تتزوقي وحاطه البرنيطه وحاسس بان انت هتخلع منه، هتخلع حرفيا كلمه هتخلع دي، وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي، خايف منك قوي، شاعر بان انت هتقلب عليه مره واحده، هتديله حته قلم على وشه يفوقه، هو شاكك فيك. يعني الوقفه دي وقفت ناس هتعمل حاجه، شاكك فيك قوي وخايف ان انت تسيبه مره واحده، خايف قوي ان انت تسيبه مره واحده. وبص وباصص لك ازاي، خايف منك. على فكره يا برج القوس، انت الظاهر ان انت فعلا سبته يتكلم مع نفسه كده، انت سايب السيوف وهو شايفك ان انت مشيت. ده مش انت، ده انت اللي سايب السيوف وماشي. هو باصص لك وبيقول لك انت هتعمل ايه، هو خايف منك قوي، وبيقول لك انت هتعمل ايه، اوعى تكون هترتبط بحد تاني. الشخص ده ممكن تكون بتتعامل مع برج هوائي او مائي، سرطان برضو، او سرطان عندي هنا وميزان وهوائي، اتنين هوائي هنا، فخايف منك قوي قوي. يعني حاجه في ال، يعني اول ما نشوف شخص شاكك في شخص قوي كده، هو بيتصنط عليك حاليا دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. وشوف بقى بتاعي ايه ورايح فين. ممكن تكونوا قاطعين مع بعض بقالكوا فتره، ولكن انتوا مع بعض على السوشيال ميديا، لكن هو مراقبك بقى. نيته ايه؟ ده نيته صعبه قوي، ده نيته يحاسبك على كل حاجه. الشخص ده غيور، غيور قوي، مش عارفه ليه حسيت كده. الكينج اوف سوردز والكوين اوف سوردز، الكينج اوف سوردز شخص اصلا بيخبي مشاعره، ما قلت لك هو مخبي مشاعره، وبيدي كلام بقى، بيدي كلام، هو رفع لك السيف وبيدي كلام بقى، محدش يقدر يقول ستوب. الكوين اوف سوردز هي شخص بتدي كلام، ولكن كلام مش بيوجع، ولكن كلام حق، كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايفه يا برج الكوس تكون جيت تكحلها ومتعانيها، حاجه زي كده. يعني انت جيت تخليه غير عليك عشان يرجع تاني مثلا، او يتظبط معاك في العلاقه، فقمت مثلا انت مثلا ضفتي ولاد مره واحده، نزلتي صورك مره واحده، فخايف يكون انت لعبتي عليه، بتلعبي عليه، وان انت بتكلمي ناس كتير قوي، ممكن تكوني عملتي الحركه دي. فهو عايز يعمل ايه؟ عايز يحاسبك، عايز يمسكك كده، يحاسبك كده، وفي نفس الوقت يضربك، يعني يحاسبك ويضربك ماما. نيتي خير، نيتي خير، لان الكينج اوف سوردز والله مش متفائل، مش متفائل على حته ان هو مش بيحبك، بيحبك جدا على فكره، بس هو شخص شكله عنده حب التملك. هو حاليا نسينا نعرف، هو حاليا في حياته بيتوازن على فكره، وهذا الشخص على فكره ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا، ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حته بيساعد فيها ناس او حاجه زي كده. يعني هو حاليا متوازن يعني، ولكن مش عايزك تمشي. يعني هو شايفك ان انت مشيت، وزي ما تكون ما نهيتوش العلاقه وانت راح ترتبط. اللي يا عم استنى، انت رايح فين؟ انت هتسيبني وتمشي ولا ايه؟ نيته يعني اللي هو انا هولع فيكي، هولع فيكي، او هولع فيك، حاجه من الاتنين. زعلان منك قوي، زعلان منك قوي وبيراقبك، زعلان منك قوي وبيراقبك. الدمون هنا مع الكينج اوف سوردز، لان انا وضحت الكينج اوف سوردز، نيته مش باينه بصراحه، هو مش باين نيته، بس هو زعلان قوي وعايز. الكينج اوف سوردز يعني شخص عايز يعرف الحقيقه، هو شاكك فيك قوي. انا مش عارفه ليه شاكك فيك قوي كده، او شاكك فيكي، حاجه من الاثنين. عايز يعرف في ايه بيحصل من ورا ده، هو شايف ان في حاجه بتحصل ورا ده. ما بقول لك باصص لك وبيقول لك انت هتديني ظهري امتى،
حاجه زي كده، شعر بان انت بتعمل حاجه من ورا ظهره، فعايز يعرف بقى ايه اللي بيحصل من ورا ظهري بالظبط. حالا قولي حالا كنت فين، قولي حالا كنت بتكلمي مين، اديني اكونت الفيسبوك اشوف فيه. ممكن يكون هذا الشخص بيحب التملك او ما عندوش يما ارحميني في العلاقات، ما عندوش النقطه دي، يا تبقى معايا مظبوط وتحت عيني خلاص. فنيته غريبه شويه، النيه بتاعته غريبه شويه. طب هو ناوي على ايه؟ ده ناوي لك نيه حلوه، ناوي لك يتحاسب ويحاسب ويجيب ناس تتحاسب. الشخص ده متسلط، متسلط على الطرف اللي بيبقى معاه. طيب 2 3 4 5 6. بص بقى من الاخر فيها لخفيها. هو مش هيسيبك ماشي. ادي بقى دي اعتبرها يا بابا الكوس مسج مني كده بوصلها لك. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عامل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك، بس هيجي الاول يلطش وبعد كده يقول لك تعالى بقى. الكوين اوف وند شخصيه رئيسه عصابه، مش بالمعنى الحرفي، ما بتسيبش حاجه هي عايزاها، ذكيه جدا. هو هيعرف يرجعك تاني للعلاقه دي. انت زي ما قلت لك انت مشيت، انا عرفت العلاقه دي، انت مشيت وسبته او فصلت معاه، يعني ما بتوش تكلموا بعض مثلا، وعمال بقى تحلو وتنزل في صور وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري مع ده في الكومنتات ايه ده؟ انت ليلتك زرق. تعالي بقى، هو مش هيسيبك، بيحبك قوي، يلا بيحبك جدا جدا، ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه يبقى بعيد عنه او بعيد عن عينه معايا، يعني تحت طوعي، هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضايقين من الشخصيه دي فهي مش هتتغير، هو كده او هي كده، شخصيه بتحب اللي معاها بتاعها، او بيحب البنت اللي معاها بتاعته بكل بساطه. فهو ناوي على ايه؟ لا ده ناوي ان هو بص مسك لك العصايه وبيقول لك تعالي لي بقى انت بتعملي ايه، تعالي بقى انت بتعملي ايه، مين ده ومين ده ومين ده، ومسحيلي بقى كل الولاد اللي عندك، اتفضلي من غير ما تتكلمي. لانه بيحبك قوي، هو اصلا مش شايف الحب غير معاك انت، خلي بالك. يعني برغم ان هو قاسي، ممكن يكون كلامه حاد في انه يعاتب وكده، ولكن هو بيحبك قوي كمان. طب بص بقى النصيحه بتاعتك حلوه يا عم. النصيحه بتاعتك اوعى تتحرك، خليك زي ما انت. بص يا برج القوس، الاتنين دول باصين لقدام ومتقنعرين قوي، خليك متقنعر، يعني فهموها بقى، متقنعر او متكبر، كي بس ما تكبرش يعني. عموما احلو، لو انت بتحلوي احلوي زياده. الشخص ده لو انت عايزاه يرجع لك، لو هو فعلا مش راضي يرجع او يعني بيقول مثلا عادي ترجع بعد ما ترجع، فهو مش هيرجع الا بالطريقه دي تقريبا. والله اعلم انتوا عارفين الشخص ده بيرجع ازاي، بيرجع لما بتحلو وتنزلي صور وكده، بس هو بيحبك، بس هو تقريبا يعني بيجيله حاله كده ان هو بيقفل مره واحده. فخليك زي ما انت، اتملكي براحتك، عيشي حياتك. هذا الشخص مش هيسيبك، خلي بالك، بس عيشي حياتك، ما تبصلوش، من الناس مش هتاخد بالك. اذا بعت رساله ايه ده، يعني راح انام، ردي عليه عادي براحتك، ولكن هو عايزك ومش هيسيبك يعني بالمعنى الادق يعني. فالنصيحه بتاعتك براحتك، وكمان النصيحه دي ممكن توحي بطريقه تانية، لان انا حاسه ان المشكله هنا مشكله غيره اكيد، وممكن تكون انتوا اتخانقتوا من الغيره دي. فخلينا نشوف النصيحه طيب تاني. النصيحه ممكن تقول تحرري من الغيره. ذمون؟ لا مش معناها كده.
الامبرس اهو جايلك، الامبرس اهو. بص يا برج القوس، خليك غامض مع هذا الشخص. هذا الشخص انا هفهمك بقى الشخص ده ايه. الشخص ده بيحب الشخصيه او البنت الغامضه اللي ما تكشفش اوراقها كلها، اوكي، من الورق كده. بينجذب قوي للبنت اللي زي الصوره كده. بص عامله ازاي بالظبط كده. يعني لو انتوا ماشيين دلوقتي على انكم بتنزلوا صور ومحلوين بقى ومهتمين بشغلكم كده، خليكي زي ما انت، ما تتحركيش، خليكي غامضه، ما تكشفيش مشاعرك لهذا الشخص. الشخص ده ما بيحبش كشف المشاعر، بيحب البنت اللي اقول لك على حاجه، بيحب البنت اللي واقفه في نفسها قلم. يلا من الورق كده، هذا الشخص كده بينجذب للنقطه دي، اوكي. فخبي مشاعرك، اي اعملي نفسك مش واخده بالك منه، وهو هيجي هيصمم عليكي اكتر، لا اكتر ولا اقل. ده اول مره اشوف استمتع بقراءه. فدي قراءه حلوه يعني، مش وحشه. خلينا طب نشوف عايزه اتاكد بس من النقطه. مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارفه اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل ايه في نفسي، اعمل ايه في نفسي، مخبي مشاعره. كنت لازم افسرها، بس انا فسرتها من غير ما انزل ولا، شفت انا شاطره ازاي. ذا امبرور، الشخص ده مخبي مشاعره وعامل نفسه بقى مش همه. تيجي ما تجيش، انا كده كده رايح. يلا خليكي زي ما انت، ما تتحركيش. فسوه فسوه. لو عملتي مانيكير في ايدك، نزلي صوره وقولي الله مانيكير جود داي، وتصبحوا على خير يا حبايبي، واعملي لايف واضحكي مع ده واضحكي. هو بيجي بالطريقه دي، هيحس بقيمتك بالطريقه دي. هو خايف منك على فكره، وعلى فكره شاعر بانك هتروحي ترتبطي، وحاسس بكده، عماله تحلوي يبقى هترتبط، مش هيسيبك وهيجيلك، بس هيديكي كلام قوي، هيقولك انت استغفلتيني او بتستغفليني، و بس هو قلبه طيب بصراحه مش شايفه.